في هذه الحلقة سنتعلم الحركات الأربع النهائية للدان الرابع من لعبة الرمح. نرجع الرمح ثم نشق تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. اسحب القدم اليسرى، امسك المقبضة وارجع القدم اليمنى، ثم حرك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم وشكل نصف وقفة الحصان. حسنا، مرة أخرى. اسحب القدم الرمح. تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. ارجع القدم اليسرى وامسك المقبض وارجع القدم اليمنى. قدم خطوة ثم حرك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم وشكل نصف وقفة الحصان. يجب الانتباه لضرورة تحريك الرمح فوق الرأس. يمكننا أن نطلق على هذه الحركة اسم حركة السحابة، وهي مستخدمة أيضا في فن العصا والسكين والسيف. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي علينا أن نرفع الرأس إلى الخلف عند القيام بها. مرة أخرى. تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. لن نعجع بنصف وقفة الحصان. قم بحركة الصد الأمامي والصد الخلفي، ثم الطعن بنصف وقفة الحصان. لن نعجع. لنتمرن أكثر على حركة لن نعجع بنصف وقفة الحصان. تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. ارجع القدم اليسرى، امسك المقبض وارجع القدم اليمنى. حرك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم وشكل نصف وقفة الحصان. لن نعجع بنصف وقفة الحصان. الصد الأمامي، فالصد الخلفي، ثم الطعن بنصف وقفة الحصان. لن نعجع.
الشق على الرجل الواحدة. ارجع الرمح بشكل مائل إلى الأعلى. افتل الجسم إلى اليمين، ثم قم بالشق على الرجل الواحدة، ثم ارجع القدم اليسرى مع طعن الرمح إلى الأعلى. حسنا، مرة أخرى. الشق على الرجل الواحدة. ندور الجسم إلى اليمين، نرجع الرمح ثم نشق إلى الأسفل مع وضع القدم اليسرى خلف الركبة اليمنى، ثم نسحب القدم اليسرى مع طعن الرمح بشكل مائل إلى الأعلى. الخطأ الذي يحدث عادة خلال التمرينات هو عند رفع القدم اليسرى ووضعها خلف الركبة اليمنى. يجب أن ندور الجسم ونضع القدم اليسرى خلف الركبة اليمنى في نفس الوقت. ارجع القدم اليسرى واطعن بخط مائل إلى الأعلى. الوضعية النهائية: نضع الجسم إلى الساق اليسرى ونرفع الرمح ليصبح المقبض أمامنا ورأس الرمح خلفنا، ثم ننسحب بالقدم اليمنى ونضع مقبض الرمح على الأرض مع تقريب القدمين، ثم ندفع الكفة إلى الجهة اليسرى أمامنا. حسنا، مرة أخرى. الوضعية النهائية: الشق على الرجل الواحدة. ندور الجسم إلى اليمين ونرجع الرمح، ومن ثم نشق إلى الأسفل مع وضع القدم اليسرى خلف الركبة اليمنى، ثم نرجع القدم اليسرى ونطعن الرمح بشكل مائل إلى الأعلى. الوضعية النهائية: ننقل مركز ثقل الجسم إلى الساق اليسرى ونرفع الرمح ليصبح المقبض أمامنا ورأس الرمح خلفنا، ثم ننسحب بالقدم اليمنى ونضع مقبض الرمح على الأرض مع تقريب القدمين، ثم ندفع الكفة إلى الجهة اليسرى أمامنا. رمح المنجل. رمح المنجل هو رمح مع منجل في رأسه، وفي الصين القديمة كان يستخدم كثيرا في الحروب لقطع حافر الحصان وإسقاط الفارس عن صهوة جواده. وعلى الرغم من أنه كان قد اخترع في عصر الربيع والخريف من تاريخ الصين، إلا أنه نال شهرته الواسعة في عهد أسرة سونغ، حيث يروى في الرواية الكلاسيكية الصينية الخارجين عن القانون من الأهوار إن جيش حكومة سونغ قد هزم على يد قوات اليانشان بسبب رمح المنجل. لنتمرن على الحركات التي تعلمناها اليوم بشكل متواصل.
لنشاهد معا الحركات الروتينية من الدان الثالث إلى الدان الرابع التي سيقوم بها المعلم خوان. شاهدوا واستمتعوا بالحركات الروتينية من الدان الأول إلى الدان الرابع التي سيقوم بها المعلم خوانغ.